أعزائنا المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. من تلفزيون جيبوتي نحييكم ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية، وإليكم أبرز وأهم العناوين. توزيع الجوائز على الأعمال الفنية الصومالية. رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي يدعو لحوار مع إكواس رغم العقوبات. أهلا بكم. برعاية وزير المالية والاقتصاد السيد إلياس موسى دوالي، انطلقت صباح اليوم في قصر شعب أشغال منتدى التبادل الفكري الدولي المكرس لمناقشة الإنجازات التي حققها المجتمع الصومالي المعروف باسم الجوائز الصومالية الدولية، والذي تم تنظيمه بالتعاون الوثيق مع منظمة دير توك. ويتناول هذا الحدث الدولي الإنجازات العظيمة التي حققها المجتمع الصومالي العالمي في جميع المجالات، حيث يجمع المشاهير الصوماليين وكذلك المقتربين من كل مكان من نوعه، حيث أن هذا البرنامج يعتبر فريدا من نوعه، حيث يبرز الإنجازات الصومالية من جميع مناحي الحياة ويعترف بالحقائق والتقدم الذي أحرزه الصوماليون في الأعمال التجارية والعمل الاجتماعي والرياضة والتعليم. ويتم خلال هذه المناسبة تكريم الشخصيات الصومالية التي أحرزت مواقع مرموقة في المجتمعات الأخرى. وتخللت هذه المناسبة مناقشات جماعية حول مواضيع المندرجة تحت أعمال هذه المناسبة. مدير عام منتدى التبادل الفكري ألقى كلمة رحب في مستهلها المشاركين في أشغال المنتدى، مقدما الشكر والتقدير لجمهورية جيبوتي. نتابع. كفرح سنة هذا بالسود وهذا أن ودن كان لو يقانو ودن كان لسكو أركل لسكو يمادو. سيداتي وسادة، مرحبا بكم في هذا البلد أرض اللقاء والتبادل المشهور باستقبال الضيوف والترحيب بهم. كما أشكر مقدم هذا البرنامج عبد الرزاق حاج عضوش، وهو صحفي معروف لدى المجتمعات الصومالية، ونحن سعداء للغاية لوجوده معنا وتقديم هذه الفعالية. إن من دواعي السرور والفرحة أن يحضر معنا في هذا البرنامج شخصيا صوماليين قدموا من بلدان الأخرى، وهم يمثلون نماذج يقتدى بها من قبيل السيدة ليلى علي عضو في برلمان السويدي، وسيد سلطان سعيد أحمد وهو أيضا عضو في برلمان الفنلندي. وإن علينا أن نقتدي بتلك الشخصيات التي تعكس الجانب الشرف للصومال. ختاما نجدد الرحيب بهم في منتدى التبادل الفكري، والذي يعود إنشاؤه إلى عام 2019 في جيبوتي، وهو عبارة عن منصة للتبادل الرأي والأفكار بمشاركة شخصيات جيبوتية بمن فيهم السياسيين. بدوره أشار وزير المالية والاقتصاد السيد إلياس موسى دوالي إلى أن المنتدى يسعى إلى تبادل الأفكار والخبرات وتعزيز الانسجام المجتمعي لدى الصوماليين. نتابع. جيبوتي إن يكن أدلا إنجيج غرينسان بان ربنا أو إننا نرقب في إشراك الشباب الجيبوتي في فعاليات هذا المنتدى للتبادل الخبرات والأفكار والقيام بعمل جماعي وتعسيس انسجام المجتمعي، لا سيما بالنسبة للشباب في مجالات الإبداع والرقمية والرقمنة والمجال السياسي للخدمة المصالح العليا للمنطقة والوطن والتوحيد الرأي. مرة أخرى مرحبا بكم في جيبوتي، ويسعدنا أن نشاركم الأفكار ونأمل أن نلتقي في اللقاءات الأخرى. وقد أحببت شخصيا أن أحضر في هذه المناسبة الافتتاح، ومن ثم أنقل إليكم رسالة رئيس الجمهورية. في إطار الأسبوع الوطني للتضامن الاجتماعي، عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن السيدة ألوفة إسماعيل عبدو لقاء مع الطلاب المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي لطلاب المناطق الداخلية، وذلك يوم أمس الاثنين 10 يناير.
وجرى هذا اللقاء في مطعم عباد الواقع في وسط المدينة، ومطعم لويعدة الواقع في بلدية بلبلة، حيث يتناول طلاب جامعة جيبوتي وجباتهم بانتظام. وتندرج هذه الزيارة التفقدية في إطار الأسبوع الوطني للتضامن المكرس بتمكين الشباب والنسوة الأكثر احتياجا في ظروفهم المعيشية، ولا سيما الطلاب الذين هم العمود في التنمية الاقتصادية للقد. وتحدثت الوزيرة حول برنامج الدعم الاجتماعي المخصص للطلاب والذي يضمن لهم وجبات مجانية، وسمح هذا الاجتماع للطلاب بتبادل الآراء مع الوزيرة بتذرق عن أحوالهم المادية والدراسية. وتجدر إشارة إلى أن برنامج الدعم الاجتماعي للطلاب لصالح طلاب المناطق الداخلية هو برنامج يهدف إلى دعم الطلاب من خلال تغطية التكاليف المعيشية الخاصة بهم ديلة الموسم الدراسي. ولمزيد من المعلومات ينضم إلينا في الاستديو السيد أحمد موسى ليبان، رئيس مكتب التنمية لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن. أهلا بك سيد أحمد في إذاعة وتلفزيون جيبوتي. أهلا ومرحبا بك. حدثنا بشكل مختصر عن برنامج التحويلات النقدية الذي تنفذه وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن، ويستفيد منه طلاب وطالبات الجامعة، وما الجديد في هذه المرة؟ أولا أشكر لك أخي العزيز ترحيبك بهذا، وثانيا فإن الوزارة الشؤون الاجتماعي والتضامن منذ إنشاء هذه الوزارة أو تأسيس هذه الوزارة قرارا من رئيس الجمهورية الجيبوتي لها موسم المحدد السنوي الذي تقوم به رأس كل سنة لتبث أنشطتها والفعالياتها الاجتماعية لجميع المجالات الاجتماعية التي تقدم للمجتمع المدني أو الريفي أو القروي أو المجتمع النائي. والمشروع المهم الذي هو لدينا اليوم ولدينا الذي نتكلم منه هو برنامج التغذية للطلبة أو طالبات الجامعة لتوفير الوجبات المجانية اللي هو الفطور والغداء لصالح طلاب جامعة لصالح طلاب الجامعة، وخاصة للوافدين من المحافظات الداخلية أو القرى النائية، وإن كان هناك طلاب منحدرين من المناطق الداخلية منحدرين من داخل، وإن كان هناك أيضا في العاصمة منقسمتين إلى البلدية بلعوس وبلبلة بلدية بلبلة، لكن عنده مجمل الطلاب الوافدين من المحافظات الداخلية والقرى النائية، وخاصة الطلاب المستفيدين هم من الأصول العوائل ذوي الدخل المحدود أو المتعففة، لتتكفل لهم الوزارة الشؤون الاجتماعية لتحسينهم حياتهم المعيشية ليواصلوا عام الدراسي بجدية بالنشاط بالنية صالحة. أن الوزارة الشؤون الاجتماعية تكفل لهم بالتقديم وجبتين الإفطار والغداء. وهذا البرنامج هو في حاجة جديدة هذا العام الذي قدمت أطافت به وزير الشؤون الاجتماعي ألوف إسماعيل عبدو، الذي هو أنها عملت توقيع مع شركة الحديث العهدي ديماني. كل واحد يعمل له تحويل النقدي، بدل أول كان يأخذ المطاعم كانوا يأخذوا، لكن الآن اختارت الوزيرة أن يحول التحويلات النقدية في جوالي طالب، وعند كل طالب الرقم سر خاص لا يستخدم أحد غيره إلا هو، وعندهم نصيب الآخر واللي هو أن يختار طالب بين ثلاثة المطاعم يتجول بين هذه الثلاثة ليتقدى لي هو أنصب منه، يعني ليأكل ما يحلو له، لي ما يشتهي هو ما يناسب نفسه ليختار بين هذه الثلاثة المطاعم، وهذا النصيب الثاني. وهذا إن يشير لنا أن الوزارة دائما تجري وتسعى لتضيف حاجات جديدة ليتماشى مع المجتمع التكنولوجي المعلومات الحديث، لأنه هذا ما كان هذه التحويل الرقمي ما كان موجود من قبل، صح. أما صح. الآن هو التحويل يعني الرقمي الجديد، إضافة نوعية بالذات اللي هو إيش أقول له، يعني تحويلات نقدية توضع في رصيد طالب. والنصيب الآخر هو أن طالب من إمكانه أن يستخدم هذا حتى وإن لم يكن
مكان فيه شبكة الانترنت من إمكان يستخدم. يعني ميزة خاصة. ميزة خاصة. شكرا. أوكي شكرا أحمد على هذه المعلومات المتعلقة بالأسبوع الوطني وتحديدا التحولات النقدية لصالح طلاب جامعة جيبوتي. شكرا. في إطار البيان اليومي الذي يصدر من وزارة الصحة حول الوضع الوبائي الراهن بكوفيد 19، أعلن أمين عام وزارة الصحة الدكتور صالح بانوتا تراب عن عدد الحالات التي تم تشخيصها والمصابين من الوباء، وقال تم تشخيص اليوم نحو 542 حالة، أسفرت نتائج فحصهم عن 98 إصابة إيجابية جديدة بكوفيد 19، بينما تمثل للشفاء اليوم 70 شخصا، بينما لم يسجل أي حالة وفاة. وفي ختام البيان حث الدكتور صالح بانوتا المواطنين على تلقي التطعيم والتقيد بالإجراءات الوقائية للحد من كوفيد 19. في إطار ومشروع تعزيز القراءة، نظم الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي صباح اليوم بالتعاون مع شركائه حفل إطلاق رسمي لمشروع تعزيز القراءة، وتم تنفيذ هذا البرنامج لتعزيز القراءة للطلاب الدارسين في التعليم الابتدائي وفي المراحل الابتدائية في جيبوتي، وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني. وشارك في هذه المناسبة الأمين العام للاتحاد الوطني لنساء جيبوتي والمفتش العام للتعليم الأساسي ومنسقة برامج الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي ومنسق مشروع محور الأمية، إضافة إلى متخصصين بمجال التطوير التعليم. وإن الهدف من هذا المشروع هو تحسين القراءة لدى طلاب المدارس الابتدائية وتحسين العملية التعليمية في كافة ربوع البلاد. وفي كلمة للأمينة العامة للاتحاد الوطني لنساء جيبوتي السيدة فاطمة موسى في هذه المناسبة أعربت عن سرورها وسعادتها لرعاية هذا الحفل. نتابع. يسعدني أن ننطلق هذا البرنامج للسنة الثانية على التوالي. إن حضوركم ومشاركتكم في هذه المناسبة وتواجدكم معنا في داخل مؤسستنا يؤكد رغبتكم في العمل بشكل أعمق لتعزيز جهود تعليم القراءة في المدارس الابتدائية، وتمكن أهمية هذا البرنامج في أسلوبه المبتكر حيث يعزز المشاركة المجتمعية وإشراك أولياء الأمور والأسر في الأنشطة القراءة اللامنهجية وربط بين المدارس والمجتمع في مكان واحد. وإن مشروع تعزيز القراءة لدى الأطفال يتم تنفيذه من خلال الاعتماد على مشاركة المجتمع في تعزيز أنشطة القراءة اللامنهجية لصالح الأطفال الذين يعانون من صعوبات في القراءة. في إطار البرنامج الوطني لمحو الأمية في نسخته الخاصة بإعادة إدماج الفتيات اللواتي تركن مقاعد الدراسة مبكرا، ينظم الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي بشراكة مع المنظمة الدولية للفرنكوفونية مسابقة لاكتتاب هؤلاء الفتيات التي تتراوح أعمارهن ما بين 16 وحتى 25 اللواتي حصلن على شهادة الإعدادية، ويرجى منهن تقديم ملفاتهن في مكتب التنسيق للمحو الأمية التابع للاتحاد الوطني لنساء جيبوتي في الفترة ما بين 11 والتاسع عشر يناير الجاري. طبقا لتوجيهات وزيرة الشباب والثقافة، توجه وفد رفيع من الوزارة بقيادة المستشارة نمعة ورسام أبرار إلى حاضرة إقليم دخل في جنوب البلاد، وضم الوفد كل من رئيس قسم البرمجة لدى الوزارة ومسؤول إدارة الشباب، وحظي الوفد باستقبال حار وحفاوة بالغة من قبل والي المنطقة بالإنابة ورئيس المجلس المحلي السيد عبد الرحمن يونس آرا. وتهدف زيارة الوفد إلى مدينة الوحدة إقامة دورة تدريبية حول تقنيات القيادة لصالح مدراء مراكة التنمية المجتمعية في مدينة دخل وقرى التابعة له، وإجراء مسح لوضع المتطوعين في مراكز تنمية المجتمع والجمعيات في المنطقة، وإجراء تشخيص على أجهزة المعدات العمل لدى المراكز كالكمبيوتر، وتقييم وضع مكتبة مركز التنمية المجتمعية
في دخل. وتندرج هذه المبادرة في إطار سياسة وزارة الشباب والثقافة الرامية إلى تعزيز وترقية دور المراكز التنمية المجتمعية بقية المساهمة في جهود الحكومة المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والثقافية والشبابية في المناطق الداخلية وتحديدا منطقة دخل. امتدادا لأنشطتها التضامنية مع الأسر البسيطة في إقليم لحدة دخل في جنوب البلاد وبدعم من شركائها من القطاعين العام والخاص، قامت جمعية كرمكرن بتوزيع مستلزمات مدرسية وناموسيات على السكان والطلاب القاطنين في ناحية ددهالو الواقعة على بعد 25 كيلومتر عن حاضرة إقليم دخل. وتأتي هذه اللفتة عقب فترة وجيزة من حلول موسم الأمطار، وتشكل مبادرة فمن نوعها للإسهام في الحد من انتشار البعوض وغيره من الأمراض المنقولة بالنواقل خصوصا حمى الدنك وشغونية. وفي مسعى لتخفيف المعاناة عن الآيلات البسيطة في الناحية، قام رئيس الجمعية كرمكرن السيد علي حليف محمد بترسيم كمية هامة من اللوازم المدرسية مخصصة للطلبة بحضور سلطات المنطقة. وتعتزم هذه الجمعية التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة في مناطق أخرى من تنفيذ مبادرات مماثلة بدعم من شركائها من القطاعين العام والخاص. أما فيما يتعلق بالأحوال الجوية للبلاد، ستكون السماء قائمة في الصباح الباكر في معظم المنطقة ثم تصبح قائما قليلا، وتكون الرياح الشرقية خفيفة إلى معتدلة والرؤية تكون جيدة والبحر يكون هائجا إلى حد ما. وتكون درجات الحرارة المتوقعة ليوم غد 22 درجة مئوية في الجزء الغربي و28 درجة مئوية في باقي أنحاء البلاد. دوليا، أكد رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي يوم أمس الاثنين انفتاحه على الحوار مع المجموعة الاقتصادية للدول غرب إفريقيا داعيا مواطنيه إلى الهدوء. العسكري الحاكم في مالي الكولونيل أسيمي غويتا الاثنين انفتاحه على الحوار مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا ايكواس داعيا مواطنيه للهدوء والصمود بعد أن فرضت المنظمة الإقليمية عقوبات على بلاده. وأضاف الرئيس المجلس العسكري مخاطبا مواطنيه: أطلب منكم التحلي بالهدوء والسكينة، لأننا اخترنا أن نكون صادقين لكي نقرر مصيرنا بأيدينا عبر شق طريقنا بأنفسنا. وكان المجلس العسكري ردا على عقوبات الجديدة باستدعاء سفراء من دول المنظمة الإقليمية وإغلاق حدود البرية والجوية مع هذه الدول. وفرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا الأحد الماضي سلسلة إجراءات اقتصادية ودبلوماسية صارمة بحق مالي ردا على نية المجلس العسكري البقاء في الحكم لسنوات. أدت عدة هجمات نفذها مسلحون هذا الأسبوع بولاية زامافارا في شمال غرب نيجيريا إلى مقتل 200 شخص على الأقل، وتشهد مناطق أخرى هجمات إرهابية متابعة. أدت عدة هجمات نفذها مسلحون هذا الأسبوع بولاية زمافرة في شمال غرب نيجيريا إلى مقتل 200 شخص على الأقل، وتشهد مناطق وسط شمال غرب نيجيريا منذ سنوات اشتباكات بين غار رعاة ماشية ومزارعين على خلفية السيطرة على أراضي، ويقوم أفراد من عصابات إجرامية يطلق عليها اسم قطاع الطرق بعمليات قتل ونهب وخطف. وأعلنت متحدثة باسم الحكومة النيجيرية إلى مقتل 200 شخص على الأقل خلال عدة هجمات نفذها مسلحون هذا الأسبوع في ولاية زمافرة شمال غرب البلاد. وتابعت فاروق أن أكثر من 110 ألاف شخص من الضحايا باتوا مشردون بعدما سويت منازلهم بالأرض على أبيدي قطاع الطرق، فيما العشرات منهم لا يزالون مفقودون. وصلنا إلى نهاية النشرة، وشكرا على حسن الإصغاء والمتابعة.